طب خليني اخد مكالمة من المملكة العربية السعودية. سيد محمد اهلا بك. الو، السلام عليكم. سلام سلام لك الله. اخي محمد، تفضل. انا اخ احمد الاخ رشيد، يا ووحيد مرحبا، مساء الخير. اهلا مساء وسهلا النور، بيك. تفضل. حقيقة انا عندي سؤال دائما بطرحه على نفسي، وانا مسلم حق الواقع. نعم. عندي سؤال دائما بطرح على نفسي، عدد الجنات في الاسلام كثيرة جدا، والباب حقيقة عرض السماء والارض. هناك عندي سؤال حقيقة محتار فيه انا. نعم. سؤالي بشهادة القرآن، يعني نجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، أي. هل المسيحيين لهم جنة من هذه الجنات المذكورة حسب حكم القرآن؟ ده سؤال، حقيقة أنا مسلم. ده سؤال نطرحه على مشاهدينا المسلمين حتى، يعني. لكن ما تعليقك على الجنة وكل هذه الملذات الجسدية الموجودة فيها؟ هل تقبل أنك تذهب لجنة كل همك فيها يعني هو أن تأكل وتشرب وتمارس الجنس مع عدد من الحور العين؟ لا، انا مش متفق معك. انا بقول يعني زي مسيحي رسمي كده، يعني زي المسيحيين مع واحد، يعني الجنة حقيقة هي روح، ليس جسدية هي. لا، وما زلت مسلم يا أخي، أنا كيف تقبل الإسلام وأنت بتفكر بهذه الطريقة؟ والله يعني الخوف هو الذي يملك قلوبنا، ليس حاجة أخرى. أما نحن حقيقة الخوف، فخوف من حاجتين، السياسة هو الدين. أنا أتكلم فيهما أبدا، إذا تكلمت هنا أو ترجم أو تقتل. أنا حقيقة أنا بعرف ناس كثيرين يعني في الإسلام، يعني هم مش مقتنعين في النقطة دي. حتى كنت بحكم على أصدقاء، بقول له واحد من الأصدقاء بالأمس، بقول له أنا أقتنع بالمسيحية، بقول له اشتهر للربي. يعني أول كلمة إداني لها. لكن أخي محمد، خليني، أنا لست في مكانك ولا أريد أن أفرض عليك شيء، لكن السيد المسيح، أنا أقتبس ما قاله السيد المسيح: لا تخافوا من الذي يقتل الجسد، بل خافوا من الذي يستطيع أن يقتل الجسد ويرمي النفس كمان في جهنم. يعني خلينا، الإنسان لن ينفعني، أنا في يوم من الأيام كان ممكن يحصل لي مثلك، كان ممكن أقتل على أي يد متطرف لأنه تركت الإسلام، كان ممكن يحصل لي أي شيء. لكن ما فكرت، أنا فكرت في نفسي. المسيح يقول، وقوله هو الحق، يقول: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أنا خسر نفسه. أنا أعرف برضو الكلام هذا كويس، يعني ما بينتفع الإنسان حتى لو ربح العالم كله وخسر نفسه. طب أنا أعرض عليك، يعني أنا أعرض عليك من خلال البرنامج تنكر تتخلص، لأنه الفكر الذي لا تقبل وتخضع له رغما عنك ليس بفكر، تتخلص من الفكر الإسلامي وتقبل السيد المسيح في حياتك لو أردت. والله أنا حقيقة مستعد أغير، أكون أتباع المسيح، لكن بس حقيقة هو الخوف الذي يسلط علينا. ولكن ما في مشكلة، حتى أن رئيس العالم بيقول حلق الدين على الدينونة، ما في مشكلة. يعني إن شاء الله تكون من أتباع المسيح، لكن نرجو صلواتكم إلينا إن شاء الله. هل تحب تصلي معنا الآن وتسلم حياتك للسيد المسيح رغم الخوف رغم كل شيء؟ وأنا أطلب من كل المشاهدين في العالم يصلوا من أجل أخونا. أعرفك كويس وحسبتك كويس، حتى في حالك سنقطة المسيحية سوف، يعني مش تفقد أهلك وتفقد أصدقائك وتفقد كل شيء أنت عندك بالتأكيد، حتى لو أنا عارف تفقد أحيانا ممكن وظيفتك. لا، لكن أنا الرب وعد حتى لو فقدنا أصدقاء الرب حيعوضنا أكثر مما لنا، ولو فقدنا عائلتنا حيصير عندك عائلة أكبر من المسيحيين في العالم كلها بتصلي لك وتحطك في صلواتها وتحبك وتحطك أمام عرش النعمة. وأنا متأكد أن الرب سيحفظك وسيضع مع كل تجربة المنفذ. تفضل أخ أحمد لو تريد. أخ محمد، تعرف أن لما بتقبل المسيح مش مطلوب منك أنك تطلق اللحى أو تعلق صليب أو تقولي، أنت علاقتك بالمسيح لما تقبله شخصية بتكون بينك وبينه، يعني علاقة سرية، يعني ما فيش حد هيطلع عليها، أي بينك وبين المسيح فقط، بتكلمه وبتصلي له زي ما بتتكلم معنا دلوقتي، طبعا قياس مع الفارق، وبتكلمه لأنه أنا في علاقتي بالمسيح منذ الصغر، أكيد لك علاقتي بالسيد المسيح من الصغر. أمين أمين الصورة الموجودة فيها أمين. تبقى ممكن تاخد القرار النهاردة وتخطي الخطوة وتقبله في حياتك؟ ممكن تاخد القرار النهارده؟ والله هو القرار صعب، لكن حاضر ان شاء الله. امين امين. صلي معانا الان اخ محمد، ممكن نصلي؟ ماشي ماشي. امين امين. يا الهنا الحنان،
نشكرك يا رب من أجل محمد يا رب، نور يا طريقه وعقله. قول ورايا أخ محمد إن أردت. يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح، أقبلك اليوم في حياتي مخلصا لي يا رب. أقبلك اليوم في حياتي مخلصا يا رب. أقبلك يا رب إله لي يا رب، أنت اللي تعني وأنت اللي تكون معايا دايما يا رب. أقبلك إله لي وأنت اللي تعني يا رب، أنت اللي بتخلصني ودمك الغالي على الصليب هو اللي فداني يا رب، وآتي ليك بمصرة وأصر إني أكون ابنا ليك يا رب. أنت الذي تخلصت عن دمك الغالي على الصليب. أشكرك يا رب لأنك سمعت النداء يا رب. أشكرك يا رب لأنك سمعت النداء يا رب. يا رب احنا بنطلب يا رب منك يا رب انك تمد ايدك يا رب، ايدك نعم القوية يا رب، نعم وتضع سياج نعم من نار ونور حول اخونا محمد يا رب. نعم يا رب. يا رب امنع عنه اي سهم من سهام ابليس يا رب، سيج حواليه يا رب، اديله نعم امان واديله اطمأنينة واديله راحة يا رب. نعم. ابنك يا رب الخاطئ رجع اليك يا رب، وانت قلت ان السماء تفرح بخاطئ واحد يا رب. يا رب احنا بنشكرك من اجل اخونا محمد يا رب. اشكرك ولك كل مجد وعزة واكرام. اشكرك يا رب، اشكرك، شكرا اخوي احمد على الصلاة. اشكرك اخوي محمد والرب معاك ويحفظك ويقويك، خليك معنا، غرفة التحكم هياخدوا معلوماتك، واحنا فرحانين من اجلك، دي دموع الفرح، وايضا مقدرين موقفك. مشاهدينا في كل مكان، صلوا من اجل اخ محمد في المملكة العربية السعودية، الرب يسيج حواليه ويغيره، وترون امامكم عظمة الرب مغير القلوب.